7 دقائق بعد 3 وجعل الله هذا المساء جحيما على من باع وخان ونسق ثم أعلن ذلك نصرا أن تدوس على دماء الشهداء وحريات الأسرى المسلوبة ثم تخرج متفاخرا بأنك استعدت مفتاح القدس. أي انبطاح هذا يا كبير المناضلين؟ لم تجف دماء الشهيد الأسير كمال أبو وعر بعد، كيف تهادن مع من قتله؟ ويقول لك تتعهد إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات معنا. أي سذاجة هذه؟ رحم الله الباسل والناجي ومن تبعهما ومن سبقهما. هؤلاء فقط من يعلنون الانتصارات، لسنا نحن من قصورنا العاجية. البارحة وفي خضم انشغال سيادتكم في الإعلان عن نصركم أصيب الطفل بشار عليان برصاصة مطاطية في عينه بعد أن اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا، ذاته الجيش الذي وعدك بأن يلتزم سيادة المناضل. فقد بشار عينه ومع ذلك يمتلك من البصيرة ما لا تمتلك. مات أمل دنقل وهو يقول لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك طمأنينة الأبدية أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للرب للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماءً؟